كنتفاجئ بالزوجة ديالي وسط من هذاك الموقع. قال لي I want you. شني want you؟ انا بغيتك. لا خلي مصحابش انا نعطيك فلوس ان شاء الله فيك. صافي عريانة والنص ديالها حد الركابي وطالعة كاملة من الفوق ومدرقة بيدها بحال ما خويا انا كنخدم في طنجة، خدام في طنجة ما عليا ما بيا، هاني مع راسي اللهم لك الحمد. داكشي اللي كيجيب اللي مسهل عليا الله فيه كنجيبو من شهر شهر، كنصيفط لوليداتي، مولشي كيصيفط عندي جوج وليدات تبارك الله، مولشي ديالي كيصيفط كل شهر كنعطيه 1000 درهم 1500 درهم كنصيفطها لوليداتي، خدام ما عليا ما بيا. حتى الواحد النهار كنتفاجئ جالس مع الناس خدامين معايا الزملاء ديالي في العمل، كنلقى الزوجة ديالي مليوحة في مواقع إباحية. كنت جالس حدا واحد الأصدقاء ديالي في العمل كيقلبوا على الزوجات ديالهم تما سامعين الخبار بحال هادشي اللي أنا طحت فيه دابا. حتى كنتفاجئ بالزوجة ديالي وسط من هذاك الموقع. ما كنتش كتنتظر، ما كنتهدرش، عمرني ولا انتظر. عيب شوية لك خير. عمرني كنت كنتهدر شي نهار غيوقع لي هادشي، ولا عمرني شي نهار كنت كنتهدر غيوقع لي بحال هادشي اللي انا شت. انا في الاول كدبت قلت لا ما تكونش هي، ولكن من سولت الدراري ودرت قلت له نشوف بحثت مزيان وبحثت وليت بحثت. يعني انت في الاول ما تيقتيش كما قلت، ما تيقتش يعني قلتي ما تكذبش للعشرة. شحال انت مزوج بها؟ وراه مدة احنا مزوجين، راه من 2003 وحنا مزوجين. 2003 دابا 2003 وحنا مزوجين، ولكن عندي جوج وليدات معاه. مكنتيش كنظن ان هادشي هذا، ما عمرني كنت كنظن شي نهار غنلقى الزوجه ديالي في مواقع، عمرني شي نهار كنت غنعرف راسي راه يعني الزوجه ديالي تم. لا انا المسائل تمام. الفيديو ديالها عند السيد مليوحة مواقع عريانة والنص ديالها حد الركابي وطالعة كاملة من الفوق ومدرقة بيدها بحال ما هكا مغطية على وجهها، متكية هكا على جنبها ودايرة يدها هكا مدرقة. واش غنقول لك؟ اي واحد غيشوف هذاك الشعور راه شي حاجه غتشوفها انتحار، غتقتلها، غتشنق راسك. يعني شنو غتستافد؟ يعني الا قتلتي راسك اشنو غتستافد؟ ولا قتلتي هي اشنو غتستافد؟ راه كتشوف هذوك جوج ولاد، جوج ولاد عندك، راه ماشي ساهله باش يعني تشوف هادشي كامل. راه عقدتني في حياتي، عقدت من العيد الكبير لهنا، وانا كنعيش واحد الالم وما باغيش نشوه الاسره ديالي ولا الزوجه ديالي ولا شي حاجه، ما باغيش نشوه. وجات عائله من اوروبا ودوزوا العرس هنا وكل شيء، ما بغيتش نهضر، صابر على داكشي اللي انا فيه، على وجه الطعام وعلى وجه الدم اللي احنا شاركين مع بعضنا. ما كنعش شي مار، كنشوف هاد المشاكل اللي فيها دابا. تبحث مزيان، بحثت مزيان واتيقنت منها مزيان بان راها الزوجه ديالي. هذيك الساعه جيت هضرت معاها كنقول لها ابت الناس اش هادشي، رانا كنشوف هادشي راه شي حاجه ما تدخلش للعقل. قالت لي لا ما كاينه والو. قالت لي كون راه شي وحده تشبه ليا، كون راه شي وحده ماشي انا، شي وحده من اسيا، شي عزيه، شي هادي، كل مره كتهرب لي لواحد الجهه. قلت لها لا ماره اللي فيك،
هما لامارا اللي في السيدة. رانتي الزوجة ديالي وكان عارفك مزيان. مهم درت لها فيديو سجلتها حدايا، حطيت التليفون كنسجل الحوار اللي غيدور بيني وبينها. حوار اللي بيني وبينها كنسول فيها، كنقول لها يعني فين مشيتي فين كذا. قالت لي انا رانا مشيت حق الجنان باشا حدا مالين الذهب، وتلاقى معايا واحد خيي وهضر معايا بالانجليزة. هي كتعرف اللونجلي؟ وانا ما كنفهمش اللونجلي. هي قارية شوية؟ هي قارية. قال لك باللونجلي كي ما عرفت كيفاش كيقولوا لي هذيك بغيتك ولا ما فهمتش. انا ما كنفهمش اللونجلي سي. يعني استغلت الجاهلية الأمية. هي هذيك قالت لك سيدي مشات معاه داها في الطاكسي من جنان باشا، مشاو لشعبانه وهي دابا في الدم ديالي. مشاو لجنان باشا طلعوا لشعبانه، ملي طلعوا لشعبانه كنسولها يعني كيفاش دايره عزي كي داير، واش شمن كتعرف فيه، عندك علاقه معاه من شحال، عندك شي. ما قالت لي والو، ما قالت لي حتى حاجه، حتى ما كتقولش لك. المهم مشات مع الشعبانه شويه، حست بيا كنسجلها، حست بيا كنسجلها. مشات معاه من جنان باشا حدا مولين الذهبيه، طلعت معاه لحدا حدا شعبانه. حيت ما رانا اقسم بالله اخويا الا مريض، والله ما قعدت حتى الهضره، والله ما قعدت تخرج لي، قسما بالله ولا قعدت تخرج. هادي كتشوف الظلم، كتشوف الظلم. بقيت كنسول فيها، قالت لك مشات مع الجنان باشا. من جنان باشا مشات مع مع سمع الحقيقه كامله. غتقول لي الحقيقه؟ سمع اخوتي، سمعوا سمعوا، انا ما غنضربكش. غتقول لي شكون هو هذاك السيد اللي معاك في التصويره؟ ما كنعرفوش قسما بالله، ما كنعرفوش. واخا وكيفاش تلاقيتي انت وياه؟ تلاقيت مع جنان باشا. جنان باشا في كيبيعوا كيبيعوا الذهب. صافي. كيف الصافي؟ بحدا كيف الصافي؟ صافي تلاقاني وكيهضر بالانجليزه. واخا هو هضر بالانجليزه، شنو قال لك؟ قال لي اي وانت يو. اي وانت يو؟ شنو اي وانت يو؟ انا بغيتك. لا قال لي مصحابش انا نعطيك فلوس ونتهلا فيك. صافي. واش انت انسه؟ واش انت مرض الراجل ولا كتمشي مع عباد الله؟ اخويا مطلقه. كيفاش مشيتي مطلقه؟ كيفاش كنتي مطلقه؟ واش انا مطلقك؟ لا. ها مشيتي انت دايما كتقول لي انا ما مطلقش. انا ما مطلقكش، باقا بزمتي. انا كون بغيت نطلقك كون مشيت خلصت، كون مشيت خلصت ديك 2000 درهم اللي قالوا لي وغادي وديك الساعه الله يعاون الله يعاون. ها ولا انت مشيتي تفاهمتي مع شي بنات ولا تفاهمتي مع شي واحد؟ والله ما تفاهمت مع شي. اها واش عباد الله بزمتي وماشي مع واحد؟ فين مشيتي معاه؟ هي الشعبان. الشعبان كتعرفي البلاصه فين كاينه؟ يمكن بقى عاقله عليها. لا واش عارف؟ شوف انا، شوفي انسه، بغيتي نوصلوا للمخزن غنوصلوا للمخزن. بغيتي داك الشيء يكون بيني وبينك؟ ورا درتو بيني وبينك انسه. هذا ماشي بيني وبينك، باقا ما قلتيش لي الحقيقه. شحال من خطره مشيتي معاه؟ مره. حيت الفوطو مليون ماشي مره. غتحس بيا كنسجل فيها، ما كتبغيش تكمل معايا الهضره. الفوطو اللي وريتك ديال السليب طانكا ديالك، وهذاك الفوطو اللي وريتك السليب طانكا اخويا والله ما ديالك. اها باش كنتي تمشي معاه؟ اش من سليبات كنتي تمشي معاه؟ مرة واحدة عادي، مرة واحدة عادي. مشيتي معاه مرة واحدة؟ اه. واخا واش تي علي يهضر معاك بالانجليزية تمي غادا معاه؟ لا. واش فاهم؟ واش انا حمار انا ولا شنو؟ حاجة. ايوا شنو؟ ولكن تلقى راسها ما تقولش الصراحة صافي. الصراحة عاد سكت معاهم الطم وربي شاهد عليا وبيني وبينك انسة نبقاو نستروا وليداتنا. ولكن ما جيتيش قلتيها ليا النهار اللي جيت بغيت النهار اللي سمعوا اخوتي سمعوا. قلت لك بنت الناس نجمعوا الشمل. قلت لك بسم الله. قلتي بسم الله؟ قلتي لي رانا مشيت في ست. لا ما نقدرش نقول لك. علاش وعلاش ما تقولش؟ علاش ما تصفيش الخاطر ديك الساعة؟ أنت قلتي كنتي مطلقة، وأنا أنا بيني وبين القانون وبيني وبين الله ما مطلقش. وراه القانون كانوا كيعرفوا هادشي. عياو.
كنخلصها كنقول لهم انا ما مطلقش. الا بغات هي تطلق راسها براسها ها، حيت انتي عارفه راسك باغا تمشي للفساد، حيت انتي كنتي كتخرج من معمل الصبار كتدخل عند دول شعبانه. انيسه لا ما تكذبش عليا قسما بالله عيسى. اه شنو؟ السحور اللي كان بيناتنا وطلقت وكرهتك حتى كرهت سمعها الارض. اشنو هاد السحور اللي بيناتنا من غيركم نتوما؟ والله علم عيسى ما حنا تفهم. واش انا عائلتي كانت جالسه معاك؟ واهضر معايا اهضر معايا. واش انا عائلتي كانت عمرها جات جلست معاك؟ ياك مويلا جات شي مرة جلست معاك يومين بزاز وتمشي بحالك وكنتي انت كتجيبيها، وفي الاخر انسة تمشي تفزي عليا انا. شحال من مرة مشيتي معاك؟ مشيت مع الطمر. هنا حست بيا كنسجل فيها هنا. اه وسجلت جابك ها من جنان باشا ديال موالين تحبية التقدير. هنا حست بيا كنسجل فيها هنا. خرجت عليا من الخدمة وخرجت عليا من كل شيء، ما بقى عندي الوجه. لا فين في غندير هذا الوجه عباد الله؟ في غندير هذا الوجه قبل من هذا المشكل؟ قبل من هذا المشكل سيدي راه كانت جابت جوج صحاباتها جابتهم في 2012 2013. راه الناس ديال القانون راه عندهم هادشي، الناس ديال القانون عارفين هذا الملف راه كاين عندهم، وانا كنطلب بحق الله يرحم والدي. قبل من هاد المشكلة سيدي راه واقع، جابت جوج بنات، جابت الأولى سيمانة وهي كتبات، أفلا نجري على السيدة تمشي بحالها؟ لا كتبات معكم الدار؟ كتبات معنا في الدار، عندنا بيت واحد، هما يباتوا في البيت وأنا كنبات مليوح في الهيب عام مني اللهوة. بنت الناس، السيدة تمشي بحالها، قالت لك السيدة مدابزة مع أمها، ولا مدابزة مع أمها أنا مالي؟ مشي عاد ولي عاد ما من موراه. قبل من هذاك المشكل عاوتاني صيفطوني للحبس بسبع شهور. واحد النهار بيوم السبت جاي طالع من المرسى، حتى كنخرج فيها هي وامها، دزت لعندها قطعت عندها الشارع. افلانا في غدا، قالت لي غدا العرس. قلت لهم ما تشاورتي معايا ما قلتي لي والو، دابا انت كيفاش خرجتي بلا خبري؟ قالت لي العرس هو كاين هنا في الحومه. قلت لها فين كاين العرس؟ قالت لي كاين حدا قهوة الخوادرة. قلت لها واخا، ال 12 ولا الوحدة اجيب حالك. المهم انا سكنت بوحدي، كنبغي وليداتي يكونوا مجموعين. قلت لها الوحدة ولا ال 12 ونص اجيب حالك لما حالك. المهم ما جاوني حتى ل 5 ونص ديال الصباح. جاوني في ال 5 ونص ديال الصباح، لعبت لي على الاعصاب ديالي، كل شيء راه في الملف عندكم الله يجازيكم بخير. كنطلب المسؤولين، كنطلب المسؤولين الله يرحم الوالدين، وكنطلب السلطات تشوف من حقي وتشوف من هذا المشكل اللي انا فيه. ما بقاش عندي عيشه وما بقى عندي والو، راه مات ولادي ودابا مع هذا المشكل. تا ولادي وليت كنشك فيهم دابا مع هاد المشكل اللي انا واقع فيه دابا، راه تا ولادي وليت كنشك فيهم دابا. وشكون اللي عرف؟ العالم الله فوق جوية كتستعمل هادشي وانا ما عرف والو. العالم الله فوق جوية كتعمل هادشي وانا ما عايشش هنايا. انا كنخدم مرة في طنجة مرة في كازا، كل مرة فين كنمشي كنجري على طرف الخبز، انا ما عارفش هادشي فين واقع. واش غد راه ضروري تمشي تخدم تجيب ما ياكلوا الدراري؟ راه ما كاين والو. كيفاش غاتيق مرتكم مات ولادك وتشوفها فهاد الحب فهاد الموقع، وكتشوف السيده واحد التدرويشيت وواحد الحاله وعد معوقه من رجلها؟ واش من الحاله هذه يا صاحبي؟ واش من الحاله هذه؟ تشوفها في الزنقه قسم بالله يعني تعطيها في سبيل الله بز منك. المعامله ديالها هي خاصها عيد جليني،
هي خاصها عند عاد ما تخلينيش جالس حداها، يعني ندبر الخدمه هنا في العرايش ولا ما نخدمش مره في العرايش، يعني داكشي اللي كتبغي هي يعني كل مره كيفاش هي خاصها تجليك باش ما تبقاش عارفه اش كدير. هي كتجي امها كديها من الدار ما كتعرف مش كيديروا، ما كتعرف واش كيلوحوا عليك شي سحور، واش كيلوحوا عليك شي حاجه ما عرفتش. راه معايا واحد السيد هو اللي كيصبرني، راه كون ما كان السيد معايا كيصبرني كون رانا ما عرفت شنو ندير، كون رانا شناقت راسي عباد الله. كنطلب منهم يشوفوا في هذا الحق الله يرحم الوالدين. عملت شكايه وعملت هاد الشيء اللي سمعتوه من هاد الشيء اللي سمعتي اللي انا مسجل، رانا درت له سيديه وصيفطته، ودرت السيديه ديالها هي كتمارس الجنس، رانا صيفطتهم للوكيل الملك. وكنطلب من السلطات يشوفوا في هاد الشيء الله يرحم الوالدين، يشوفوا من حالي انا واحد سيد درويش ماشي كنعرف حتى حاجه. بعض المرات ما كنبقاش في الوعي ديالي هو هذاك، ما تعرفش هاد الناس اش كيستعملوا لك، واش كيعطوك شي حاجه، واش كيوكلوك شي حاجه في ماكله، واش مره تجيب ماكله تما مره ماكله ما تعرفش شنو غتجيب، ما تعرفش شنو الحاجه اللي غتاكلها. كتقول للمراه كطيب ما يعني ما عارفش انا كاع هادشي شنو كاينه. كنطلب من السي الحموشي الله يرحم الوالدين ومن السلطات ومن خوتي المغاربه يشوفوا من حالي، راه ما بقات عندي شي حال الخدمه ما بقى غندير صافي. وليت النعاس ما كنعش، وليت كندور بحال الحمق بحال الحمق، غادي جاي غادي جاي ما بقى عرفت والو. الله يسهل عليكم، الله يرحم الوالدين.